لقي الشاب علي مصرعه طعنا بسكين بينما كان في طريق عودته إلى المنزل بعد انتهاء يومه الدراسي، حيث تعرض لهجوم من قبل عصابة في منطقة الدير شمالي البصرة. لتثير هذه الجريمة صدمة واسعة في الأوساط المحلية وتطرح تساؤلات حادة حول تدهور الوضع الأمني في المنطقة، مما يستدعي تحركا سريعا من السلطات الأمنية لضمان سلامة المواطنين. خرج من المدرسة عند انتهاء الدوام الرسمي وتلقوه مجموعة من العصابة، هم 5 إلى 6 نفرات، بالضرب والاعتداءات، فقام بالتصدي لهم ولحد ما تمكن من عدهم، لكن أكو شخص من عدهم موجود ضربه عدة طعنات بالسكين وهرب وأدى إلى وفاة الشاب. عم إحنا اليوم صارت عندنا حالة قتل بالدير، وإحنا ناشد الحكومة والجهات المعنية بالقصاص بالجاني، لإنسان مجرم وإنسان متمرد وعدة سوابق هواي، فهاي الناس جاي تروح ضحايا بسبب ناس تافهة تعبانة. تجمعت عائلة الضحية بقلوب مكلومة أمام دائرة الطب العدلي في ساعات متأخرة من الليل، منتظرين استلام جثمان ابنهم وسط أجواء من الحزن العميق بسبب فقدان ولدهم بمثل هذه الطريقة البشعة التي باتت صدمة كبيرة لهم بحجم هول الفاجعة وغياب الأمان في منطقتهم. كل من جايين وغاماتهم وهم وحرباتهم، زين وين الأهل وين الدولة؟ غير المفروض توفر هاي الدولة، ما شافوا من شالوا حرباتهم مجوا للمدرسة طقوا الولد بقلبه وموتوه، ما شافوهم الدولة، ما شافتهم الأهل، نطالب احنا بإعدامه فورا هو وتقريبا 4 أشخاص وياه أو 5، وإن شاء الله القضاء عادل ويأخذ حقنا بأقرب وقت. أحدثت الجريمة موجة من الغضب والخوف لدى المواطنين هنا الذين أصبحوا يخشون على حياة أبنائهم في ظل تكرار هذه الحوادث العنيفة، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطقهم. من البصرة، مصطفى الشمري، التغيير الفضائية.